السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم غادي نوريكم طريقه تحضير سموسي بالكيوي والافوكا. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندنا في المقادير جوج الافوكات يكونوا طيبين، وربعه الحبات ديال الكيوي حتى هما يكونوا طيبين. عندي قطعه ديال الثلج، ربع معلقة كبار ديال الياغورت بنكهة الفاني أو ياغورت مسوس، سكر على حسب الذوق، وعصير الكيوي غادي نحتاجوه على حسب الخطورية اللي غادي نحتاجوها، يعني خصو يكون خاتم. أول حاجة غادي من دابا غادي ناخد الديسير ديالنا وغادي نقطعو طرف صغير. نديرو ديريكت في الخلاط الكهربائي، نكمل الديسير كله حتى لافوكا. غادي نحيد ديال العظم ديالها والقشور ونقطعها طرف. دابا من بعد ما كملت التقطاع ديال الكيوي ولافوكا غادي نزيد 4 المعالق ديال كبار ديال الياغورت، غادي نزيد السكر على حسب الذوق، قطعة ديال الثلج، وغادا نبدا نزيد العصير ديال الكيوي بشويه بشويه حتى كنحصل على الخليط اللي بغينا. دابا غادي نخويهم في القراعي ديالنا. كيف كتلاحظوا راه كيجي خاطر بزاف، السموسي ديالنا او سمودي او سموسي وجدوا. كنتمنى يعجبكم، والا عجبوكم الوصفات ديالي ما تنساوش ابونا في قناه طبخ ليلى باش يوصلكم الجديد، وكنتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.